تسهيلات للمرضى وتقديم فرص للاطلاع على مواعيد عملهم وتتبع المواعيد مع الأطباء عن طريق منصات رقمية لتسهيل التعامل أصبح ضرورة يسعى إليها قطاع الصحة. أنا جيت من ولاية الصيف، سما شكروا لي في لوبيتال تاع تيزي وزو بور فير اون شيروجي توراسيك. عيطت لهنا للستاندار قالت لي ديمونش ساسرا الكونسلتاسيون. رقمنا خير، رقمنا تعيطي تحكمي بلاصتك خير، يعني سي ميو هكذا بيت دي بلاصي من ولايه لولايه وتودي تستنايا. يجي باس واحد، يجي باس من بتايا، يجي واحد من الغليزان، كاين واحد يجي من الجي، يدي ابليكاسيون باغ انترنت باغ اكزومبل، يدوموندي لو رونديفو الاخر منايا، يبعثوا له باغ ان ايميل ان ميساج الاخر منايا. حاجه مليحه هذه لا فيغيتي تساعد. فيما يخص الرقمنه لي سيتويان باش يتصلوا بنا، المشروع راه يمشي، مازال ما طلقوش، مي ان شاء الله في بالك في وقت قريب يمشي. هذا راح ينقص علينا الضغط، لانه المريض يجي اسهل باش يتصل بنا، وحنا ثاني نكون سهوله لنا باش نتصلوا به. تعمل وحده مرضى السرطان على تحسين الرعايه الصحيه والتكفل الامثل بالمرضى. انا عولت نروح لفرنسا زعما، ودرت درت عمليه هنا احسن عمليه، واستقبلوني هنا الاطباء والفرامله وكذا، الحمد لله وجزاه العام. كي دخلت هنا داروا لي تعييرات خطوه بعد انترفونسيون وداروا العمليه ذاك الوقت، يعني متابعه جيده. هذه الخدمة الجديدة تضع في صلب اهتماماتها مصلحة المريض وتحسين الخدمات المقدمة له، وذلك عبر عمليات الرقمنة التي تعد بمثابة المحرك الرئيسي للتغيير الذي يسمح بتحسين العلاج والاستشفاء والخدمات الصحية.